جبرتوني اليوم دابا ماشي على الخدمه دابا الصباح، واليوم فكرت عاد ناخذكم معايا نهاري كامل يعني في حياتي شنو كنعمل وديكشي، ونوريكم كما كتشوفوا ما دايراش الماكياج وديكشي، حيت ملي كنقول ماشي على الخدمه وديكشي صباح بكري ودائما مزروبه ما كندركشي، وزيدون انا سوبر معجزه. دابا جبرتوني ماشا ما فطرتشي، كنفطر في الخدمه وديكشي، واليوم الجمعه و غيكون عندي نهار فيه بزاف د الحاجات، عندي جوج اجتماعات و يعني يكون شويه نهار يعني غنعمل فيه بزاف د الحاجات. في العشيه غنخرج مع واحد صاحبتي لي شحال ما شفتها سكينه، وغناخدكم معايا باش تشوفو، وصافي دا قربت من الخدمه ندخل ساعات نوريكم شنو لابسه وداكشي، نهضرو من بعد. Segundo plato que voy a comer judías con salmón y ensalada. Hoy he comido, ya estoy a punto de plegar, ya me voy. Y como os he dicho, he quedado con mi amiga Sukeina. Y entonces he decidido que me voy a maquillar un poco. Me he traído el estuche, lo tengo aquí. دابا نقدر نغوت معاكم، دابا خرجت من الخدمه ودابا باش باش نتلاقى صاحبتي. هذا الماكياج اللي درت دغيا خفيف غير دي بوينا كارات، و دابا غنمشي نتلاقاها وصافي. من بعد عندي نعاود لكم وديك الشيء، كاينه واحد جوج جالسين كيشوفوا فيا وكان حشم بزاف، سمعتي كتسمعوهم؟ وما كانوا كيحنصوا فيا وصافي. كان حشام هيدا مني كيوقع لي. المهم شو بغيت نقولهم؟ اديوس وصافي. نهار عاوتاني تلاقيت مرا اخرى ناري شو هادير اليوم. Está guapísima. Ay, muy mala. ¿Por qué tienes vergüenza? Me da vergüenza. Yo, para que yo soy muy mala. Bueno, yo me estás haciendo. Ay, no, qué
Blanquita. Dígale a Sukeina. Hola. 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 Estamos aquí tomando algo, merendando y nos tenemos que poner al día. ¿Sí, Sukeina? Sí. Que hace mucho tiempo que no nos vemos. Nos vemos sí. Muy poquito. Deberíamos vernos más, ¿verdad? Ella es una amiga. Que es nueva, os acabáis de conocer. Sí, nos acabamos de conocer. Sí, esta tarde. Saluda, Suárez. Yo saludaba, pobrecita. Bueno, pues nada, aquí. Nos estamos comiendo una cheesecake, que es mi tarta favorita. Vale, que lo sepáis. بالزاف ودابا معانا سي واحد العصري هو عصري كان واحد الجمله كيفاش كيجيك المعين تقصر نرسل لكم واحد المسانده للشعب المغربي والفريق الفريق عندنا النادي العصري فوتبول صاله رانا ولد المطيمر ومورانا الكامبو يلا معانا واحد من بورسعيد بورسعيد من بورسعيد بورسعيد قال واحد الجمله واحد الجمله شوف النهارده مش هضرب الحاجه لا 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 ضروري لا 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 ضروري 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 يا لا لا ولا واحد دقيقه كيفاش كتجيك مدينه القصر الكبير انا شفتها عشان اعرف ولا وا انا كنعاود لك عليها قال لك فيها طب مزاونه مزاونه لا ضرب الدارجه اللي علمتها ما مزاونه وحنا بنقول مزاونه لا وا قول اعطيني هضر 30 ثانيه لكن بالدارجه المغربيه لا 30 ما اقدرش وا ولا ما اعرفش 30 ثانيه ولا 10 ثواني حتى ما اعرفش شنو كتعرف بالدارجه المغربيه كلام عيب كله لا 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 والله كله كلام عيب لا لا اش كلمه مزونه مزونه ليك علمتها لك لا يعني ما قصدتش ما قصدتش زيد ها خليه سلام سبتوني عاد وصلت للدار ما كتشوفونيش حيت دابا محيده الحجاب وديكشي وبغيت نوريكم شنو شريت حيت قبل ما نجي للدار دوست ليدل حيت السيمانه الماجه عندنا العيد ميلاد ديال خديجه اختي وبغيت نتقدى بعض الحاجات من الحفله ديالها وانتم عاد تشوفوا شريت ديكشي اللي كان خصني ولكن بحال دائما شريت حاجات اللي ما كانش خصني نشريهم غير تشهيتهم وصافي شريت هذه الحلوه ديال فروتا ديكشي كان عندهم في البنياتا اللي عنوجدو شريت هادو ديال الكبار اللي في انواع مختلفة ديال الشوكولات دوريتوس انتو ما تتعرفوهم ممكن شي ميكونوش في حفلات ديال العيد هادو بطاطا عادية تمانيو اكس اكس ال في ليدل كانوا عاملين هاد السيمانة ديكشي كامل خاص بالماكلة الصينية مهم اورينتال ديال اسيا وكانوا عندهم هاد البطاطا هادي اللي كيحطوها في الريستوران وديكشي دابا عندي مفتوحه هاد البطاطا هادي لا ما عرفتوش علاش كنهضر هادي اللي عندها بحال المندخ ديال الكامبا و هادي شريتها المهم غير تشهيتها وصافي هادي شريت هاد الخبز و هاد الخبز عاديه بيضاء ساندويتشز ديال الحفله حتى هي وانا كتعجبني بزاف الكوزينه الاسيويه من المفضلات عندي شريت هاد الشعريه باش نعدلها العشاء شريت الغانوري هي هاد الربع هذا باش كتلوي به السوشي وديكشي كيعجبني نعدل السوشي كنعدلو في الدار دابا نصور لكم شي نهار فيها خمسه د الورقات ديال الغانوري وانا جبرتها بجوج اوراق قلت نفوز بها وتبقى عندي في الدار منين نحتاجها نصيبها شريت الخال ديال الروز هذا كيتقى في الروز اللي كتعمر به السوشي هذا كان باورو 70 تقريبا وما عمري ذقته يعني دائما كنت كنعملو كنعمل السوشي ديالي بخال عادي ولكن كنظن هذا يعطي له مذاق يعني 100% ديال السوشي وديكشي وبغيت نجربو حيت ما عمري ما قايستو شريت هاد الصلصه حاره يعني جبنا ناكلو حار بزاف شريت عاوتاني هاد الجبن هذا ماسكاربوني من الباستيل خديجه الكيكات خديجه شريت هاد الصلصه سميتها موخو فيردي ما عمري ما ذقتها ولكن من كناريا كنظن الكوزينه ديال كناريا شريت هاد التورتيا باش نعمل الفاحيطات بزاف النهار كنتعشاهم كيعجبوني بزاف واخيرا شريت ثلاثه ديال لاطاس ديال الزيتون هذا اللي معمر بانشواس المهم حتى لهاد هنايا الخول كنتمنى يكون عجبكم اذا كانوا كيعجبكم الخول بحال هيدا الماكله ودا شنو تنقضى انا في السيمانه وديك شي قولوها لي في لي كومونتير لتحتي كما كتشوفوا درت هاد لاطاس تيتوا باش غنعدل العشاء درت فيها البطاطا من لتحتي ونعدلو حاجه في الفران لابد نعمل البطاطا في تقريبا كل شيء هاد السيمانه كتعجبو بزاف دابا باش هاد الجلده تجي شويه مقرمله وديك شي بحال اللي قلت لكم غادي نعمل لها شويه ديال الخل
الخال هذا اللي عندي ديال التفاح، وين تقدروا تستعملوا اي خال عندكم في الدار. دابا غادي نعمل له الملحه، غادي نعمل لها الابزار، غنعمل لها الثومه اللي ميبسه هيدا باش تجيني سهله ودغيا. دابا غادي نعمل لها شويه فلفله حمراء سين، غادي نعمل لها شويه ديال اليرباس بروفنسالي، هادو اللي مخل فيهم السحتر وبزاف ديال العشب اخرين، وعنضيف عليها شويه ديال التمر ديال الدجاج باش تعطي لها المذاق. شوفوا هاد، وغادي نفردها فوق الدجاج هادي شويه بشويه باش عاد تعطي له المذاق، وعاد تجي عاوتاني المذاق في لاصوص. وغادي نكبوا لها شويه قطيره ديال الزيت من فوق ديال هاد الدجاج، وغادي نديروا لها واحد الكاس ديال الماء هيدا، ولا نشفت وساعات احتاجت كثر الماء نزيدوها. ودابا غنشوفها في الفران. دابا غادي نوجد هاد الصبا نودلز اللي وريت لكم، وغادا نستعمل الخضره اللي عندي في الدار. القرعه الخضراء خليتها بالجلده ديالها مع قشرشي باش البلاي يجي فيه الالوان مختلفه باش يجي مزيون، وخيزو خيزو اشرتو. دابا عندو نقطع كلشي كما كتشوفوا، هي الخضره قطعناها على شكل هيدا باستون فيتوس نو. وهنايا في هذا البول عندي ديك جوج تومات اللي وريتكم، ودابا هنايا عندو نعدل لاصوص، غنزيد لهم شويه ديال السكنجبير بودر حيت ما عندي شي امبولبو خنكير امبولبو، حيت ما عندي شي فريسكو، هو فريسكو كان يجي حسن وحسن. غنزيد لهم شويه ديال الحار، غنعمل لهم دابا شويه صلصه دي سوخا، وفكرت نضيف عليها شويه ديال البينغرا ديال الروز باش ندوق كيفاش عاد تجي. عمري ما درتها ولكن غنقيس. عندي الماء هنايا كيغلى باش غنطيب فيه الشعريه. ملي كنطيب كيعجبني نطيب يعني بزاف، يعني ماشي غير شويه حدو قدو، حيت الصراحه ما عنديش الوقت بزاف، حيت هي دغيا 3 دقائق عاد طيب. كيف ما كتشوفوا انا صفيتها وكبيت ليها الماء بارد من البزبوز باش ما تبقاش يعني السخونيه ديالها تلصق في بعضياتها. وهذا هو الدجاج كيفاش جاني ملي خرجته من الفران، قلبته جوج مرات صافي. دابا ندوز نتعشاو. كيما كي جاتك الماكلة؟ الماكلة مزيانة بزاف وشبعت. كنهضر معاك وطرقتو السيمو بلجيكا يا رميساء. رميساء شنو الفيديو ديالنا اللي كتشوفيه بزاف؟ كيعجبك هذاك رميساء؟ من حاجة كيفاش كيفاش